أنا لسه في الجزائر العظيمة في وهران، وأنا في محطة الشروق التلفزيونية بسبب إجراء انترفيو. بعرفكم، نعرف عن نفسك. أنا عمر ميليني، مقدم نشرة الأخبار الثقافية على شروق نيوز. وأنت؟ أنا زين العابدين مبارك، مساعد عمر ميليني. زين العابدين، وخلف الكاميرا المصور الرائع بلال الأكحل، حبيبي بلال الأكحل. وما زلنا في وهران، وهران حب الجزائر. شكرا.